إذا رح تجي. اسمعي كافيري، مدام كافيري، بيا مو جاي لا هلأ ولا رح تجي بعدين. نحن ما بدنا نحضر أي مناسبة من مناسبات عيلتك. لا تعذبوا حالكن ولا تحاولوا تعزمونا مرة تانية. أوه، إذا هيك خلص على راحتكن. بس بيا وصلت. عن جد أنت بتضحك كتير. أنا رح سكر. أهلين بيا. طالعة اليوم بتاخدي العقل. هلأ لما رح تجي رح يصير في عاصفة كبيرة هون، ورح تكون هالعاصفة فرجة للكل. بيا إجت، وهلأ عم استناك أنت لحتى تجي. وين راح ابني؟ كتير انشغل بالي عليه. ليكو، يمكن أبي إجا. أهلين شريدر، تفضل، الكل صار هون وما ضل حدا غيرك. يا كذابة، هلكتك من الضرب وحاولت أعمل أي شيء لأمنعك، ورغم هذا الشيء كذبتي علي واخترعتي حيلة وجيتي. بس أنا خرسي خرسي. بيا بتضل أختي ومن لحمي، وما رح أسمح لحدا يتصرف معها بهالطريقة البشعة حتى لو كان جوزها. أعرف حدودك أحسن لك. أنا تصرفت معها بطريقة بشعة، بس أنت بتعرف هي شو عملت فيني؟ كذبت علي وطلعت من البيت من دون ما تخبر جوزها. شو رأيك هلأ؟ هاي بيا، وبيا بتكون مرتي، ولي كل الحق إنه حقق معها لكيفي، ولازم أعرف وين عم تروح مشان تتسلى براحتها وتعمل يلي بدها اياه وعكيفها. بس أخي لا يا أخي، ما بيصير، بيضل سهرنا بالأخير مو حلو قدام العالم. هذا مانو سهرنا، هذا واحد وحش. رح تندم على هذا الشيء، رح دفعك الثمن غالي. طب لسانك احسن ما عاد بيوشك دم. لو سمحت اخي، لو سمحت مسك حالك شوي. خلص اهدى. خلص بترشاك يا اخي، اتركه واهدى شوي.